طيب اسمحوا لي ارحب مره تانية بضيفي وزير النقل دكتور جلال سعيد. اشكر حضرتك على تشريفك لينا النهارده. وندخل في المواضيع على طول. انا هبدا الحقيقه باخبار وشائعات، انا ما اعرفش اخبار ولا شائعات حضرتك اللي هتقول لنا، بتنتشر عن سعر تذكره المترو، مترو الانفاق. شويه نسمع كل شويه كده نسمع انه هترتفع التذكره، وبين نسمع نفي لهذا الكلام. هترفعوا ثمن التذكره ولا مش هترفعوا يا فندم؟ خلينا بس اقول لشاتك انه يعني مشروعات المترو مشروعات مكلفه جدا. وانا عاوز احط تحت جدا دي 3 4 7 8 خطوط كده ولا حاجه يعني. يعني كاتك شفتي من شويه كده كنا بنوري كان في التقرير عمليه انشاء احد محطات خط المترو، محطه هارون. المحطه دي 3 ادوار تحت الارض على عمق 30 متر تحت الارض. النفق نفسه على عمق 30 متر تحت الارض. انا عاوز اقول لشاتك انه الكيلو متر الواحد بيتكلف حوالي 110 مليون جنيه، بنتكلم على حوالي مليار مليون سوري 110 مليون دولار، بنتكلم حوالي مليار جنيه الكيلو متر الواحد من مترو الانفاق. الخط الثالث اللي ده جزء منه سيادتك شفتيه هيكلف 53 او 54 مليار جنيه. لو قلنا ان احنا عاوزين نسترجع التكلفه دي عن طريق التذكره يبقى ده يعني كلام مش مظبوط. لان في هذه الحاله التذكره تبقى حاجه فلكيه. احنا بنحاول نستعوض فقط تكاليف التشغيل والصيانه، يعني بنتكلم على اجره السواقين واجره العمال والكهرباء والحراسه والميه والنظافه. حتى ده احنا ما نقدرش نغطيه من ثمن التذكره اللي احنا بنحصلها وهي جنيه واحد زي ما سيادتك عارفه. التذكره عندنا تذكره موحده، بنتكلم على خط مثلا زي الاول طوله 41 كيلو متر بيبدا من حلوان وينتهي في مرج، والتذكره بجنيه. اي وسائل نقل عام اخرى موازيه لهذا الخط تكلفتها ما بين 8 و10 جنيه. فاحنا حفاظا على هذا المرفق وحفاظا على انه يبقى في تكلفته يعني انه تكاليف التشغيل يتم على الاقل تغطيتها. هناك يعني دراسات تتم حول يعني جدوى الاستمرار بالاسعار الحاليه في ضوء يعني خسائر محققه تحدث يوميا، وفي ضوء عجز شركه الانفاق مش شركه القاهره للانفاق عن دفع فواتير الكهرباء ودفع فواتير شركات الصيانه شركات التامين وشركات الحراسه وشركات النظافه وهكذا. لكن لم يؤخذ قرار بعد، لكن يعني انا زي ما بقول دايما هذا امر يدعو الى ان احنا كلنا نتدبر الموضوع ونفكر فيه، لان المترو ده مش ملك وزير النقل ولا ملك الحكومه، هو ملك الناس كلها، ومن مصلحه الناس ان يحافظ على اصول تكلفت المليارات على الدوله، واعاده يعني اذا حصل فيها خلل اعاده وضعها الطبيعي سوف يكون وضع صعب. فهذا موضوع نحتاج جميعا ان نفكر فيه، ليس يعني كمسؤولين نقرر للناس، ولكن للناس كلها نقرر بعضها هل من مصلحة يعني المواطنين ان نخسر مرفق مهم كهذا المرفق عن طريق ان احنا لا نقدر نصونه ولا نقدر ندفع تكاليف الكهرباء بتاعته وهكذا. لكن لم يقرر شيء بعد، واذا اقر شيء لابد ان نعلن هذا للناس، لانه اذا اعلنا ده بالليل الناس الصبح هيدفعوه. فالله يقول لنا ما نقدرش ناخد قرار نخفيه على الناس يعني. كويس، بكل صراحه البعض بيقول انه على الرغم من انه احنا عارفين انه التكلفه عاليه جدا لتشغيل هذا المرفق المهم جدا، وانه بصراحه في خسائر بيحققها بسبب انه يعني البعض بيقول بصراحه انه الحكومه خايفه ان هي ترفع ثمن التذكره، خايفه من الغضب الشعبي على الرغم من انه في خسائر بتتحملها وبتتكبدها الدوله. انا في ناس بيكلموني بيقولوا انت ما بتعملوش كده ليه؟ في مقدمي برامج بيكلموني بيقولوا انت ما بتعملوش كده ليه؟ لكن هل بسبب الخوف من الغضب الشعبي زي ما بيقول؟ لا هو كل امر كل وضع لابد ان يعني يحظى بقدر، ده مش قرار وزير النقل منفردا، ده قرار يعني مؤسسي. وهذا الموضوع حقائقه توضع امام الناس، وانا اعتقد انه 3/4 المواطنين الان يعني يروا انه يعني على المدى البعيد ما
بقاء الاوضاع على ما هي عليه ليس في صالح المواطن. يعني